دوليا، أطلق ضابط أردني النار داخل مركز تدريب أمني بالعاصمة عمان، مما أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين وجنوب أفريقي وأردنيين. حادث مفاجئ أحرج الأردن الحليف لأمريكا والذي يشارك في حربها على تنظيم داعش في المنطقة. التقرير ليوسف ديبابي. السلطات الأردنية تعلن أن نقيبا أردنيا قتل بالرصاص اثنين من المتعاقدين الأمريكيين مع الحكومة ومدربا جنوب أفريقي ومترجما أردنيا في منشأة تدريب أمنية تمولها الولايات المتحدة الأمريكية قرب عمان أمس الاثنين قبل أن يقتل في تبادل لإطلاق النار، ولم ترد أي معلومات فورية عن خلفية المهاجم ولا دوافعه. وتعتبر الأردن حليفا مقربا للولايات المتحدة في الحملة التي تقودها ضد تنظيم داعش الإرهابي المسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلدين الجارين العراق وسوريا. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يتعامل بجدية تامة مع الهجوم الذي وقع في مركز الملك عبد الله للتدريب، حيث أصيب أيضا 4 أردنيين ومواطن لبناني. وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن تحقيقا متكاملا قد بدأ. هذا وأعلنت مصادر مسؤولة أمريكية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8 وأصيب 6 آخرون. أقيمت منشأة التدريب على أطراف العاصمة عمان بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003 للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن العراقية وتدريب ضباط شرطة من السلطة الوطنية الفلسطينية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية نفذت 137 غارة وأصابت 448 هدفا مع سوريا في الأيام الثلاثة الماضية، وأضافت أن الأهداف كانت في محافظة حلب، دمشق، إدلب، اللاذقية، الرقة، حما وحمص. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن الإرهابيين في سوريا يغيرون تكتيكاتهم بخلاف ما كانوا يقومون به في السباق. المتحدث ذكر أنهم يقومون بنقل الأسلحة في أوقات الليل مستخدمين وسائل التمويه ويختبئون من غارات الجيش الحكومي والطيران الحربي الروسي، معتبرا ان نتائج الغارات الروسيه اصبحت اقل فاعليه في استهداف العناصر المقاتله. مجموعه من الاخبار الدوليه جمعتها لنا زهور سيني. تمكنت حركة النهضة التونسية من استعادة مركزها كقوة أولى في البرلمان بعد أن خسر الحزب الحاكم نداء تونس أغلبيته البرلمانية بعد استقالة ثلث أعضاء كتلته. وتوقع بعض المراقبين أن تؤثر التطورات الجديدة في تعزيز الحضور السياسي للحركة الإسلامية في البلاد وزيادة حظوظها في الانتخابات البلدية المقبلة وربما في الانتخابات البرلمانية عام 2019. أعلنت منظمة العفو الدولية أنه ما لا يقل عن 151 شخص أعدموا في السعودية خلال سنة 2015، وهو أكبر عدد منذ 20 عاما. ووفق منظمة حقوقية فإن السعودية تأتي ضمن أكبر 5 دول تنفيذا لأحكام الإعدام، وكانت تحتل المركز الثالث في عام 2014 بعد الصين وإيران. تبنى برلمان كاتالونيا الاثنين قرارا يطلق العملية التي تهدف إلى إقامة جمهورية مستقلة لكاتالونيا في سنة 2017. وتبنى 72 نائبا استقلاليا من أصل 135 في البرلمان النص حول إطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كاتالونية مستقلة بشكل جمهوري. أعلنت الحكومة السلوفينية أنها تعد لإجراءات عاجلة إضافية لإدارة تدفق المهاجرين إلى فضاء مجال شنغن، حيث قال وزير الخارجية السلوفيني كارل أرجيفيك أن ما بين 20 و30 ألف مهاجر يتجهون هذا الأسبوع نحو الحدود السلوفينية، وهي الحدود الخارجية لفضاء شنغن لحرية المرور. أصدر القضاء البلجيكي الاثنين قرار يلزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتوقف فورا عن مراقبة مستخدميه ومعالجة معلوماتهم دون موافقتهم. وأمهلت الحكومة المدنية في بروكسل الموقع 48 ساعة كي ينفذ القرار، وإلا سيجري تغريمه 250 ألف يورو عن كل يوم تأخير. في الثقافة، وللمرة الثانية على التوالي افتك نجم الراب كريم الجانجا المرتبة الأولى بالصالون الدولي للكتاب في طبعته العشرين من خلال كتابه رسالة أول نوفمبر 2015 أفكار لن تموت، وذلك ب 3500 نسخة خلال 4 أيام فقط. التقرير لمصطفى زياتين.
3500 نسخة في 4 أيام فقط، هي المعادلة التي فك شفرتها للمرة الثانية الكاتب عبد الكريم الدوري ونجم الراب المعروف باسم كريم الجانج، متصدرا الصالون الدولي للكتاب في طبعته 20 من خلال الجزء الثاني من كتابه رسالة أول نوفمبر 2015 أفكار لن تموت، حسب ما صرح به مدير دار النشر بغدادي في فيديو بصفحة المؤلف على مواقع التواصل الاجتماعي. من قال أن الشباب لا يقرأ فهو خاطئ، دليل على ذلك في هذا الكتاب، هذا اللي أصدر عن دار المنشورات بغدادي وللمؤلف كريم الهانك المؤلف الشاب، راح حطم كل القياسات الوطنية في المبيعات، بحيث العام اللي فات كتاب واحد بعنا 3000 نسخة في 4 أيام، السنة بعنا حوالي 3500 لكل نسخة في حوالي 4 أيام. كريم صاحب رائعة فلسطين حرة، والذي لا يفارقه شعار عقلية العربي بن مهيدي. رسالة أول نوفمبر 2015، مؤلف ثان يحوي 15 عنوانا كلها مستسقاة من عشق الوطن، نصائح عديدة للشباب في التفاؤل والأمل وصلة الأقارب وحب الوطن، وكذا همسات روحانية لتغيير ذهنيات سلبية تجذرت في مجتمعنا المسلم كالنميمة والنفاق. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، رددها ذات مرة شاعر الوطن محمود درويش، وكريم الجانج ردد اليوم قائلا بلب شباب الجزائر ما يستحق الاحترام. وفي ختام النشرة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته حوالي 2 دقيقة يظهر سيارة سوداء تسير بسرعة جنونية بالجهة العكسية للطريق السيار شرق غرب البويرة الأخضرية. حسب التعليقات وبأصوات أبواب المركبات، يسمع خلال الفيديو صرخات المصور لسائق السيارة بالتوقف وتحويل وجهته قبل حدوث كارثة مميتة، وذلك ما حصل فعلا للأسف الشديد. ختام النشرة، متابعة طيبة لبقية البرامج والى اللقاء. دوليا، أطلق ضابط أردني النار داخل مركز تدريب أمني بالعاصمة عمان، مما أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين وجنوب أفريقي وأردنيين. حادث مفاجئ أحرج الأردن الحليف لأمريكا والذي يشارك في حربها على تنظيم داعش في المنطقة. التقرير ليوسف ديبابي. السلطات الأردنية تعلن أن نقيبا أردنيا قتل بالرصاص 2 من المتعاقدين الأمريكيين مع الحكومة، ومدربا جنوب أفريقي ومترجما أردنيا في منشأة تدريب أمنية تمولها الولايات المتحدة الأمريكية قرب عمان أمس الاثنين، قبل أن يقتل في تبادل لإطلاق النار، ولم ترد أي معلومات فورية عن خلفية المهاجم ولا دوافعه. وتعتبر الأردن حليفا مقربا للولايات المتحدة في الحملة التي تقودها ضد تنظيم داعش الإرهابي المسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلدين الجارين العراق وسوريا. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يتعامل بجدية تامة مع الهجوم الذي وقع في مركز الملك عبد الله للتدريب، حيث أصيب أيضا 4 أردنيين ومواطن لبناني. وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن تحقيقا متكاملا قد بدأ، هذا وأعلنت مصادر مسؤولة أمريكية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8 وأصيب 6 آخرون. أقيمت منشأة التدريب على أطراف العاصمة عمان بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003 للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن العراقية وتدريب ضباط شرطة من السلطة الوطنية الفلسطينية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية نفذت 137 غارة وأصابت 448 هدفا مع سوريا في الأيام الثلاثة الماضية، وأضافت أن الأهداف كانت في محافظة حلب، دمشق، إدلب، اللاذقية، الرقة، حما وحمص. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن الإرهابيين في سوريا يغيرون تكتيكاتهم بخلاف ما كانوا يقومون به في السباق. المتحدث ذكر أنهم يقومون بنقل الأسلحة في أوقات الليل مستخدمين وسائل التمويه ويختبئون من غارات الجيش الحكومي والطيران الحربي الروسي، معتبرا أن نتائج الغارات الروسية أصبحت أقل فاعلية في استهداف العناصر المقاتلة. مجموعة من الأخبار الدولية جمعتها لنا زهور سيني. تمكنت حركة النهضة التونسية من استعادة مركزها كقوة أولى في البرلمان بعد أن خسر الحزب الحاكم نداء تونس أغلبيته البرلمانية بعد استقالة ثلث أعضاء كتلته. وتوقع بعض المراقبين أن تؤثر التطورات الجديدة في تعزيز الحضور السياسي للحركة الإسلامية في البلاد وزيادة حظوظها في الانتخابات البلدية المقبلة وربما في الانتخابات البرلمانية عام 2019. أعلنت منظمة العفو الدولية أنه ما لا يقل عن 151 شخص أعدموا في السعودية خلال سنة 2015، وهو أكبر عدد منذ 20 عاما. ووفق منظمة حقوقية فإن السعودية تأتي ضمن أكبر 5 دول تنفيذا لأحكام الإعدام، وكانت تحتل المركز الثالث في عام 2014 بعد الصين وإيران. تبنى برلمان كاتالونيا الاثنين قرارا يطلق العملية التي تهدف إلى إقامة جمهورية مستقلة لكاتالونيا في سنة 2017. وتبنى 72 نائبا استقلاليا من أصل 135 في البرلمان النص حول إطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كاتالونية مستقلة بشكل جمهوري. أعلنت الحكومة السلوفينية أنها تعد لإجراءات عاجلة إضافية لإدارة تدفق المهاجرين إلى فضاء مجال شنغن، حيث قال وزير الخارجية السلوفيني كارل أرجيفيك أن ما بين 20 و 30 ألف مهاجر يتجهون هذا الأسبوع نحو الحدود السلوفينية، وهي الحدود الخارجية لفضاء شنغن لحرية المرور. أصدر القضاء البلجيكي الاثنين قرار يلزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتوقف فورا عن مراقبة مستخدميه ومعالجة معلوماتهم دون موافقتهم. وأمهلت الحكومة المدنية في بروكسل الموقع 48 ساعة كي ينفذ القرار، وإلا سيجري تغريمه 250 ألف يورو عن كل يوم تأخير. في الثقافة، وللمرة الثانية على التوالي افتك نجم الراب كريم الجانجا المرتبة الأولى بالصالون الدولي للكتاب في طبعته العشرين من خلال كتابه رسالة أول نوفمبر 2015 أفكار لن تموت، وذلك ب 3500 نسخة خلال 4 أيام فقط. التقرير لمصطفى زياتين. 3500 نسخة في 4 أيام فقط هي المعادلة التي فك شفرتها للمرة الثانية الكاتب عبد الكريم الدوري ونجم الراب المعروف باسم كريم الجانج، متصدرا الصالون الدولي للكتاب في طبعته العشرين من خلال الجزء الثاني من كتابه رسالة أول نوفمبر 2015 أفكار لن تموت، حسب ما صرح به مدير دار النشر بغدادي في فيديو بصفحة المؤلف على مواقع التواصل الاجتماعي. من قال أن الشباب لا يقرأ فهو خاطئ. دليل على ذلك في هذا الكتاب، هذا اللي أصدر عن دار المنشورات بغدادي وللمؤلف كريم الجانج المؤلف الشاب، راح حطم كل القياسات الوطنية في المبيعات، بحيث العام اللي فات كتاب واحد بعنا 3000 نسخة في 4 أيام، السنة بعنا حوالي 3500 لكل نسخة في حوالي 4 أيام. كريم صاحب رائعة فلسطين حرة، والذي لا يفارقه شعار عقلية العربي بن مهيدي. رسالة أول نوفمبر 2015 مؤلف ثان يحوي 15 عنوانا كلها مستسقاة من عشق الوطن، نصائح عديدة للشباب في التفاؤل والأمل وصلة الأقارب وحب الوطن، وكذا همسات روحانية لتغيير ذهنيات سلبية تجذرت في مجتمعنا المسلم كالنميمة والنفاق.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، رددها ذات مرة شاعر الوطن محمود درويش. وكريم الجانج ردد اليوم قائلا بلب شباب الجزائر ما يستحق الاحترام. وفي ختام النشرة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته حوالي دقيقتين يظهر سيارة سوداء تسير بسرعة جنونية بالجهة العكسية للطريق السيار شرق غرب البويرة الأخضرية. بحسب التعليقات وبأصوات أبواب المركبات، يسمع خلال الفيديو صرخات المصور لسائق السيارة بالتوقف وتحويل وجهته قبل حدوث كارثة مميتة، وذلك ما حصل فعلا للأسف الشديد. ختام النشرة، متابعة طيبة لبقية البرامج، وإلى اللقاء.